أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالمشاركة الواسعة والتفاعل المتميز من مؤسسات الدولة والمجتمع وما شهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متعددة ساهمت في إبراز أهمية الفعالية وتحقيق أهدافها المنشودة في ظل الرعاية الملكية السامية للشباب والرياضة من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم، معربا معاليه عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على جهود سموهما ومتابعتهما الحثيثة لدعم الشباب البحريني وتطوير النشاط الرياضي في مختلف المجالات والألعاب لصالح كافة فئات المجتمع والارتقاء بها، مؤكدا معاليه الدعم النيابي لقطاع الشباب والرياضة مشيرا إلى أن اليوم الرياضي يعد شكلا حضاريا لمنظومة العمل والحياة الصحية والمجتمعية والإيجابية ويحقق المشاركة المجتمعية في الفعاليات الوطنية.